قادة مصر والأردن وفرنسا يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة فورا. وزير خارجية فرنسا يقترح فرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة. ألمانيا تنفي أمام محكمة العدل الدولية تورطها بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة وتؤكد أن أمن إسرائيل في صميم سياساتها الخارجية. إخبارية جديدة من قناة النيل الأخبار، أهلا بكم. طلب رئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوقف إطلاق النار في غزة فورا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، مؤكدين أن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط. وأشار قادة مصر والأردن وفرنسا في مقال مشترك إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن، وأن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن، حيث أن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلب السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك باعتباره الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع. وأكد قادة مصر والأردن وفرنسا الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكدين دعم المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. كما حذر قادة الدول الثلاث من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. وينضم إلينا أستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير الجمهورية. أستاذ أشرف، بعد التحية، ما هي قراءتك لأهم النقاط التي وردت في المقال المشترك لقادة مصر والأردن وفرنسا؟ أعتقد أنها تحذير قادة الدول الثلاث من عواقب الهجوم الإسرائيلي على رفح، كيف ترى في ظل إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا الهجوم رغم يعني عدم رغبة الولايات المتحدة حليفتها الأساسية في ذلك؟ أعتقد أنه لولا الدور المصري الكبير في إعلان موقف واضح وحازم برفض الهجوم البري على مدينة رفح الفلسطينية، وهذا الموقف الذي قاد بالتبعية مواقف العديد من القوى الكبرى والدول المؤثرة لكانت الآن إسرائيل انتهت بالكامل من اجتياح عملية رفح. هذا مبدئيا. أما على مستوى البيان وتأثيراته، أعتقد أن هو هذا البيان وتلك النقطة تحديدا هي أعتقد أن هي تضع حدا فاصلا لبنيامين نتنياهو، وأعتقد أننا الآن أمام مشهد إذا
كانت بالفعل هنالك رهائن اسرائيليين مختطفين لدى حركه حماس، فاعتقد ان بنيامين نتنياهو نفسه اصبح مختطفا لدى اليمين الاسرائيلي المتطرف، حتى ولو كان واحدا من صقور هذا اليمين المتطرف. الرساله الواضحه هنا من الدوله المصريه وفرنسا والاردن لبنيامين نتنياهو وللمجموعه التي تدير الحرب في قطاع غزه ان هذه المساله هي خط احمر بالنسبه لواقع المنطقه. مجرد الاجتياح البري لقطاع غزه بمنطقته الشماليه والوسطى والحرب الاباده التي تشنها في قطاع غزه كان له تبعات غير عاديه على مستوى استقرار المنطقه، على مستوى الملاحه في البحر الاحمر، على مستوى ان المنطقه بالكامل على شفا الدخول في حرب اقليميه لا يعلم الله مدى الى اين من الممكن ان تذهب. كل هذه المسائل اعتقد انها دفعت الدوله المصريه لقياده هذا التحرك نحو فكره ان العالم والمنطقه تحديدا لم تعد تحتمل مزيدا من الخطوات الاسرائيليه غير المحسوبه والخطوات الاسرائيليه التي بها تحدث فوضى عارمه في المنطقه وتدفع المنطقه بالكامل الى تكون حرب وفوضى لا يعلم الله مداها خلال السنوات القادمه، ليس فقط الايام ولا الاشهر القادمه. نعم اشكرك استاذ اشرف عبد الغني الكاتب والصحفي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم او تصفيه القضيه الفلسطينيه. وشهد اللقاء استعراض الجهود المصريه المكثفه للتوصل الى وقف اطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له الذي يضم السيد وائل زقوت وزير التخطيط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس رحب برئيس الوزراء الفلسطيني متمنيا له وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق والسداد في جهودهم لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الفلسطيني ناقلا تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسيد الرئيس، ومشيدا بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافي لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع، حيث ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في هذا الصدد. كما شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع. كما تم تأكيد أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
استشهد واصيب عشرات فلسطينيين غالبيتهم من الاطفال والنساء في قصف الاحتلال الاسرائيلي على عده مناطق في قطاع غزه لليوم 86 بعد المئه. وافادت مصادر طبيه وفي قطاع الدفاع المدني باستشهاد 5 اشخاص في قصف استهدف مبنى بمخيم المغازي وسط القطاع، كما استشهد طبيب في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينه غزه. وانتشرت طواقم الانقاذ ومواطنون جثى 10 شهداء من ابراج طبيه شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,207 فلسطيني وإصابة أكثر من 75,933 آخرين. هذا يستمر معبر رفح من الجانب المصري في إدخال الشاحنات الإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، وتشمل الشاحنات مواد غذائية ومستلزمات طبية وشاحنات لمواد بترولية وغاز، فضلا عن استمرار استقبال المصابين من الأشقاء لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. المزيد من التفاصيل اطلعنا عليها الزميل كريم بيبرس موفد قناة النيل الأخبار من العريش. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ربما يعني منذ صباح اليوم تحركنا بداية من العريش وصولا إلى الشيخ زويد وصولا إلى هنا في معبر رفح البري، نرصد دخول المساعدات الإغاثية المختلفة. وإنما نحن نتحدث الآن بالفعل تدخل هذه الشاحنات من خلفي عبر بوابة معبر رفح المصرية عبر بوابتين. البوابة الأولى التي يتم التدقيق لهذه الشاحنات تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، والبوابة الأخرى هي بوابة معبر رفح المخصصة للأفراد التي تم تحويلها بعد ذلك ليدخل من خلالها الشاحنات الإغاثية. نتحدث منذ صباح اليوم وحتى الآن وصل تقريبا عدد الشاحنات الذي دخل عبر هذه البوابات إلى ما يقرب من 200 شاحنة، وما زال هذا العدد في ازدياد، لأنه حسب الهيئة العامة للاستعلامات سيكون الحد الأدنى لدخول هذه الشاحنات يوميا ما بين 300 إلى 350 شاحنة يوميا محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من ذلك. ربما من أهم أيضا الشاحنات التي تدخل هي شاحنات الوقود والغاز التي يتم استخدامها في قطاع غزة، إما للطهي إما للكهرباء إما للمستشفيات، وهي من أهم القطاعات التي تحتاج للطاقة. هذه الشاحنات التي تدخل الآن مختلفة، منها شاحنات إغاثية طبية، منها شاحنات مواد غذائية، منها أيضا مواد عشية مثل الخيام وغيرها، لذلك تختلف. حتى أنه يعني أنا أتحدث الآن إحدى الشاحنات قد فرغت حمولتها بالفعل وقد عادت، لذلك يعني المعبر لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول، وتدخل الشاحنات وتخرج باستمرار من أمام بوابة معبر رفح المصرية. بالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف كانت تدخل منذ قليل أيضا عبر البوابة لاستقبال المصابين. لم يتم استقبال المصابين حتى الآن منذ صباح اليوم، ولكن حتى فجر اليوم أو مساء أمس دخل إلى الأراضي المصرية 30 مصابا من الأشقاء في فلسطين يتلقوا العلاج في مختلف المستشفيات المصرية. والآن أعود إليكم مرة أخرى. أفاد مصدر في حركة حماس أن الحركة تدرس اقتراح هدنة على 3 مراحل تستمر 6 أسابيع، تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 أسير فلسطيني. المقترح الإسرائيلي لا يلبي أي من مطالب الفلسطينيين، هكذا كان رد حركة حماس في إطار الجهود المبذولة من الوسطاء للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، إلى أن الحركة أضافت في بيان لها أنها ستدرس المقترح وستقدم ردها إلى الوسطاء، واصفة الموقف الإسرائيلي بالمتعنت. حماس أضافت أنها تدرس كذلك اقتراح هدنة يشمل الإفراج عن محتجزين مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وبحسب مصدر في حماس تدرس الحركة اقتراح هدنة على 3 مراحل تستمر لستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن نساء وأطفال إسرائيليين محتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 أسير فلسطيني. كما تتضمن المرحلة الأولى من الاقتراح عودة النازحين المدنيين
المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا. وتريد حماس أن يضمن أي اتفاق إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في أنحاء القطاع. ومع استمرار الحرب في غزة يتعرض الاحتلال الإسرائيلي لضغوط دولية متزايدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر حليف لها ومزودها الأول بالسلاح.